السلام عليكم. التقارير حول التحركات الأمريكية الغامضة باتجاه الحدود العراقية السورية مستمرة حتى يومنا هذا، وهذه المرة هذه التفاصيل قادمة من الأوساط الإيرانية وتحديدا من وكالة مهر نيوز الإيرانية عن طريق مصدر أمني هو الذي تحدث لهذه الوكالة. والتفاصيل والحديث هنا عن أن التحرك الأمريكي قادم بشكل مباشر هذه المرة من قاعدة التنف التي تأتي في هذه المنطقة الحدودية المهمة والمثلث الحدودي المهم بين العراق طبعا والأردن وسوريا، والحديث بأن هذا الرتل الأمريكي هو رتل أمريكي كبير تحرك مباشرة باتجاه الحدود العراقية السورية كما تحدثنا، والحديث عن معبر القائم البوكمال. والهدف الرئيسي طبعا بحسب تفاصيل هذه الوكالة هي لقطع الطريق القادم من إيران إلى لبنان، وطبعا هو بشكل مباشر لقطع الطريق على الفصائل المسلحة المقربة من إيران من العراق إلى سوريا، لا نقل لعناصرهم ولا نقل لأسلحتهم بأي شكل من الأشكال عند تأمين هذه المنطقة. وتم الحديث أيضا من قبل هذه الوكالة بأن هنالك مروحيات عسكرية رافقت هذا الرتل، بالإضافة إلى العديد أيضا من الطائرات المسيرة الأمريكية التي رافقت هذا الرتل، وأن هنالك أيضا حليفين لهم أو حلفاء لهم طبعا من السوريين الذين دربوهم هم أيضا قادمين مع هذا الرتل. ويجب أن ننتبه بأن المسافة من قاعدة التنف إلى هذه الحدود التي تحدثنا عنها هي ما يقارب 250 كيلومترا أو أقل من 250 كيلومترا، وبأن هذه المسافة هي قد تعتبر مسافة كبيرة ولكنها مسافة ممكن أن تطبق عليها الولايات المتحدة الأمريكية من دون أي مشاكل، ولكن من الممكن بغض النظر عن الطرف الذي رصد هذه التحركات الأمريكية إن كان في العراق أو إن كان على سبيل المثال الجانب الروسي الموجود في سوريا، بغض النظر من الممكن أن يكون هذا الرتل لا زال في منطقة 55 كيلو ألا وهي قاعدة التنف. 55 كيلو ليست بالمسافة القليلة طبعا، ولكن الرتل والحديث من هذا المصدر بأنه قد تحرك باتجاه هذه الحدود قادما من هذه القاعدة، وهذا التحرك هو ليس تحركا عاديا، لأننا في الأسابيع القليلة الماضية كنا أمام الكثير من التفاصيل عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك بشكل كبير وبشكل غامض إن كانت في العراق وإن كانت في سوريا. كان طبعا هنالك بشكل رسمي من الجانب الأمريكي استبدانا للقوات الأمريكية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ولكن اللغط والتفاصيل والتقارير كانت كبيرة حول ما هو قادم تجاه هذه الحدود. وأيضا قبل ما يقارب الأسبوع ونصف أو أسبوعين كان المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد تحدث بأن العناصر الموالية لتركيا من ما كان يطلق عليه الجيش السوري الحر سابقا بأن هنالك عناصرا يخططون لنقلهم لقاعدة التنف، وأيضا تحدث نفس المرصد سابقا بأن هنالك نقلا بشكل سري وليلا يقام بنقل العديد من العناصر التي دربوها في قاعدة التنف من جيش سوريا الحرة إلى شرق نهر الفرات أينما تتواجد طبعا قوات سوريا الديمقراطية وقواعد التحالف الدولي، وهذا من أجل القيام بعملية عسكرية على غرب نهر الفرات حيث تتواجد الفصائل المسلحة المقربة من إيران وحتى عناصر طبعا الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة، وبالتالي سيكون منطقيا من قبل القوات طبعا الأمريكية وحتى العناصر السورية أن تأتي بهذا الشكل، أن تأتي من شرق نهر الفرات إلى غرب نهر الفرات، وأن تأتي طبعا القوات الأمريكية بهذا الشكل لتطبق على الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا، يجعلونهم طبعا بين فكي كماشة. ويجب أن ننتبه بأن التواجد الأمريكي اليوم هو ليس تواجدا عاديا في هذه المنطقة، قبل أشهر لم يكن بهذا الشكل الذي نراه اليوم. فعلى سبيل المثال نحن نعلم بأن طائرات F-35 الشبح الأمريكية أصبحت موجودة في المنطقة، طائرات F-16 وحتى طائرات الـ A-10 Warthog وهي الطائرات المتخصصة في ضربات الأهداف الموجودة على الأرض، وهي تحمل أيضا قنابل البنكر باستر مخترق القبو قادرة على ضرب طبعا أي شيء مرتبط بالتنلز أو الأنفاق الخاصة بالفصائل المسلحة أو على سبيل المثال مخابئهم تحت الأرض، هي طائرة فعالة للغاية. وكل هذه القوة الجوية والبرية
هي موجودة اليوم، ولا ننسى الفرقة الجبلية العاشرة الأمريكية التي دخلت إلى هذه المنطقة، وخاصة أن لديها مهام قتالية أيضا في سوريا. وبالتالي مرة أخرى الوضع والتقارير عادت لتتحدث عن ما هو قادم تجاه الحدود العراقية السورية. ليس هذا فحسب، بل أن التحركات الجوية الأمريكية أيضا في العراق مثيرة للانتباه، وخاصة بهذا الاتجاه وبالقرب من حدود العراقي وسوريا. نتحدث طبعا عن معبر القائم البوكمال، فكان هنالك حراكا لإحدى الطائرات المهمة الأمريكية، ألا وهي طبعا هذه الطائرة التي سترونها الآن، وهي KC-135 Stratotanker. هذه الطائرة هي طائرة متخصصة طبعا في تزويد الوقود للطائرات الحربية وغيرها، وهذه الطائرة تمت ملاحظتها بالفلايت رادار 24 هنا كما تلاحظون، وهي تحلق بالقرب من الحدود التي تحدثنا عنها بين العراق وسوريا. ولاحظ الأول من سبتمبر تقريبا قبل 48 ساعة من الآن، وهذا هو اسم الطائرة للتأكد. وإذا ما اقتربنا طبعا من الطائرة ستلاحظ كيف إنها تحلق بهذا الشكل القريب، وواضح جدا بأنها تحلق في مناطق مكثفة تدور بهذا الاتجاه، وهذه هي الحدود المقصودة طبعا التي نتحدث عنها. وعندما تظهر لك هذه الطائرة على الفلايت رادار 24 بهذا الشكل، يعني بأن هنالك من الممكن أن تكون هنالك طائرات حربية تحلق في هذه المنطقة، وأيضا قد تعني بأن طائرات التجسس الأمريكية أو طائرات الاستخبار الإلكترونية الأمريكية تحلق في هذه المنطقة، وتقوم هذه الطائرة بتزويدها بالوقود. وهذه الطائرات عادة تخفي تواجدها أو ظهورها على الرادارات، وبالتالي أنت لن تراها، ولكن هذا دليل وهذه إشارة بأن هذه الطائرات موجودة وقد تكون تراقب شيئا معينا أو شيئا ما. وبشكل مثير جاءت تفاصيل مثيرة قد نشرت يوم أمس، أن كانت هنالك ضربة أمريكية خاطفة جاءت على عربتين عسكريتين خاصة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران غرب نهر الفرات في المنطقة طبعا من البوكمال وصولا إلى دير الزور. وهذه العربات قد دمرت، وأن الطيران الحربي الخاص بالقوات الأمريكية هو الذي تمكن من توجيه هذه الضربات، وكان هنالك قتلى وجرحى بين الفصائل المسلحة المقربة من إيران. وهذه الضربة هي لا علاقة لها بما يجري في دير الزور بين قوات سوريا الديمقراطية قسد والعشائر العربية من انقسام داخلي مستمر حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. وطبعا هذا ومن ذكر هذه التفاصيل والضربة الأمريكية هي وكالة الأناضول طبعا التركية، وأيضا إيران انترناشنال وغيرها من المصادر كلها تحدثت أن هذه الضربة الأمريكية قد وقعت بالشكل الذي ذكرناه لكم طبعا وبهذه التفاصيل، ولكن لا تفاصيل رسمية من قبل الجانب الأمريكي. وهذا قد يعني بشكل آخر بأن إسرائيل هي التي نفذت هذه الضربة التي يتم الحديث عنها. لكن بشكل عام الحدود العراقية السورية لا زال هنالك نشاطا أيضا من جهة الفصائل المسلحة المقربة من إيران ومن إيران، السلاح لا زال يتدفق من داخل العراق إلى الداخل السوري. التفاصيل هنا تأتي جديدة، ومؤخرا نشرت من قبل وكالة عين الفرات السورية هي التي ذكرت أن هنالك ترتيبا خطيرا للغاية يجري طبعا في الداخل السوري، وبأن طائرات مسيرة، وهذه الطائرات المسيرة التي ترونها من طائرات قاصف واحد الإيرانية، وكذلك طائرة أبابيل ثلاثة الإيرانية القادرة على حمل الصواريخ الذكية الموجهة. هذه الطائرات دخلت شحنة من هذه الطائرات الإيرانية من العراق إلى داخل سوريا، والحديث هنا بأن شاحنات طبعا خاصة بالمواد الغذائية أو برادات للخضار دخلت من العراق إلى الداخل السوري، وأوصلت هذه طبعا المواد إلى مدينة تدمر التي ترونها، وتحديدا إلى المطار العسكري الموجود في تدمر، وهو تحت السيطرة والهيمنة الروسية بالتمام والكمال. وطبعا هذه الشاحنات، هذا يوضح بأنها عندما دخلت من العراق إلى سوريا بأنها اتجهت بشكل مباشر إلى النقطة الساخنة ألا وهي دير الزور، وأخذت هذا الطريق الذي ترونه من وصولا إلى السخنة وبعد ذلك إلى تدمر لتوصل هذه الطائرات المسيرة. والفكرة الأساسية كما ذكرت وكالة عين الفرات بأن الأطراف الموجودة والخاصة والتابعة طبعا لحزب الله اللبناني، تحديدا الوحدة 127، هذه الوحدة المختصة بالطائرات المسيرة بتطريب الآخرين على الطائرات المسيرة والتي دربها طبعا عناصر الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس الإيراني، هذه الأطراف وهذه الوحدة ستقوم بتدريب العناصر الروسية على استخدام الطائرات المسيرة التي ذكرناها لكم، ألا وهي
وهي قاصف واحد وأبابي ثلاثة، وذلك لكي يقوموا الروس باستخدام هذه الطائرات نفس الطائرات على أوكرانيا، أي أنهم يأخذون الخبرة ويذهبون إلى روسيا إلى أوكرانيا يدربون آخرين على استخدامها أو ينفذون بأنفسهم استخدام هذه الطائرات على الداخل الأوكراني، لأن وكالة عين الفرات أيضا أكدت أن هذه الطائرات المسيرة التي ذكرناها هي ذهبت ودخلت طبعا وأرسلتها إيران إلى روسيا لكي تستخدم طبعا على أوكرانيا، وبالتالي هنالك أكثر من خيار للروس للقيام باستخدام هذه الأسلحة، وهذا طبعا يوضح خطورة الحدود العراقية السورية وأهمية لماذا يجب أن ننتبه لأي مصدر يتحدث عن هذه القضية، أن أي تقدم من كان من التنف أو إن كان بهذا الاتجاه الذي نتحدث عنه من شرق نهر الفرات إلى غرب نهر الفرات هي قضية مهمة، لأن الأمر بدأ يرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية طبعا، وهو أيضا ينقذ الجانب الإيراني صدق أو لا تصدق، وما تقوم به إيران هنا ينقذها لأنها ستتخلص من كل الضغوط التي تتعرض لها إيران بسبب قصة إنها متدخلة في داخل الحرب الروسية الأوكرانية وترسل الطائرات المسيرة والمدربين وغيرها، فالآن أصبح هنالك مصنعا طبعا لصناعة الطائرات المسيرة وتحديدا من طائرات شاهد 136 المفخخة، الروس بدأوا يصنعون النسخ الخاصة بهم وبدأوا يريدون طبعا استخدامها وبدأوا في حقيقة الأمر باستخدامها على الجانب الأوكراني، وأيضا من جهة أخرى الجنود الروس بدلا من أن يتدربوا وأن يرسلوا خبراءهم الإيرانيون إلى روسيا أو الروس يرسلون عناصرهم إلى إيران لكي يتدربوا على استخدام هذه الطائرات المسيرة أو أي طائرات تحتاجها روسيا من إيران، الآن الجانب الروسي يتدرب في سوريا وحزب الله اللبناني هو الذي يدربهم، وبالتالي إيران لا علاقة لها بهذه المسألة، وأي سؤال بهذه القضية سيقولون بأن أصدقائنا من حزب الله اللبناني الوحدة 127 هي التي تدرب الروس، وبالتالي اذهبوا وتحدثوا معهم وهذا أمر لا علاقة لنا بها، وهذه طبعا ولا علاقة لنا به، وهذه طبعا مسألة مهمة بالنسبة للجانب الإيراني، لماذا؟ لأن إيران الآن تتفاوض من أجل العودة للاتفاقية النووية مع الجانب الأمريكي، الخلاص من هذه القيود هو مهم للغاية، وذلك من أجل الحصول طبعا على الأموال التي تبحث عنها إذا ما نجحت طبعا في العودة للاتفاقية النووية والاتفاق مع الجانب الأمريكي لطبعا الخلاص من الضغوط الاقتصادية لتوفير الوظائف بشكل أكبر، وأيضا في نفس الوقت للاستعداد للانتخابات القادمة العام القادم من الانتخابات البرلمانية المهمة بالنسبة للجانب الإيراني، وأيضا سيحافظ على البنية التحتية النووية الخاصة بهم ومنعها وطبعا محاولة حمايتها أيضا من أي ضربة إسرائيلية أمريكية بأي شكل من الأشكال ممكن أن تدمرها، وبالتالي تريد أن تكسب كل شيء من هذه القضية وأن تتخلص من قيود مسألة أنها متدخلة في الحرب الروسية الأوكرانية، والجانب الأمريكي وتحديدا جو بايدن قد يكون أكثر من سعيد للقبول بهذه الاتفاقية في ظل هذه الترتيبات في ظل الخلاص من القيود الروسية وغيرها أن يذهب باتفاق مع الجانب الإيراني، خاصة وأن تبادل الأسرى قد رأينا قد جرى لكنه لم يتم على المستوى العملي حتى هذه اللحظة، لابد أن ننتظر للأموال التي وفرتها من 6 مليارات دولار طبعا من الجانب الأمريكي من الأموال الموجودة في كوريا الجنوبية للجانب الإيراني، لازلنا ننتظر هذه المسألة، ننتظر التبادل للأسرى وبعد ذلك من الممكن أن نرى شيئا بهذا الاتجاه، وإيران تهيئ الأرضية لهذه القضية، وأيضا الجانب الأمريكي يبدو بأنه يهيئ للأرضية على ما يجري في الحدود العراقية السورية ومحاولة قطع هذه الإمدادات وغيرها كما نرى في هذه التقارير المتكررة، فإيران تعلم أن لم تأخذ بالاتفاق الإيراني اليوم مع جو بايدن فإنها قد تخسر الكثير فيما بعد وخاصة في الانتخابات الأمريكية القادمة التي ستكون في نوفمبر من عام 2024، فالوول ستريت جورنال اليوم أكدت بأن دونالد ترامب مع كل الضغوط التي يتعرض لها على المستوى القانوني إلا أن هذا يساعده كثيرا، وهو تقدم على منافسيه من الحزب الجمهوري بنسبة 60% عن حتى رون دي سانتس، لديه تقدم كبير للغاية وهو أصبح مرشحا خطيرا، وكأن الحزب الجمهوري الآن هو دونالد ترامب، وهذا الرجل هو الرجل الذي انسحب من الاتفاقية النووية الإيرانية في عام 2018، وممكن أن يكرر هذه المسألة وممكن أن يغير المعادلة بأكملها ويضغط على إيران مرة أخرى، بالتالي إيران يجب أن تتعامل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بأسرع وقت ممكن لأن العام القادم
قد يتغير كل شيء، وتحديدا في عام 2025 إذا ما وصل ترامب إلى البيت الأبيض.